السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض التست على يونت 3 اند 4. تعالوا كده يلا نبدأ على بركة الله بحل السؤال الاول. معانا listen and circle the word with the short vowel. هتعمل دايرة على الكلمة اللي بتحتوي على صوت متحرك قصير في النطق. A question queen. ركز يا ولاد على النطق بتاع حرف الايه الاي. شوف الاي هنا والاي هنا، انا واحدة فيهم الاطول. question queen، يبقى الاي هنا في كلمة question قصيرة، يبقى بالتالي احنا هنعمل دائرة هنا على مين؟ على question اللي هي معناها سؤال، انما queen هنا بمعنى ملكة. b dog tool. dog tool، يبقى dog هي اللي الاو فيها ايه short. c night six. night six، يبقى six هي اللي فيها الشورت اي. d leg cheese. leg cheese، يبقى leg برضو هي اللي فيها الاي الشورت. number two listen and complete with one word. number one they go to school by bus. they go to school by bus، يبقى الفعل الناقص هنا هو الفعل go واللي معناه يذهب. number two the goat with a sock eats jam. the goat with a sock eats jam، يبقى الكلمة الناقصة يا ولاد هي كلمة ايه sock اللي معناها فردة شراب. number three one ticket to Alex. one ticket to Alex يعني تذكرة واحدة إلى الإسكندرية، وبالتالي كلمة تيكت هي اللي ناقصة. number four I do my homework in the evening. I do my homework in the evening، يبقى بالتالي كلمة evening هي المختلفة evening. number three read and write true or false. number one sukkar and sukkara are at the park. sukkar and sukkara are at the park، يعني سكر وسكرة موجودين في الحديقة. طبعا الكلام ده صحيح، وبالتالي number one هتكون true. two there are three trees. there are three trees، يعني بيقول لي يوجد تلات أشجار. طبعا اللي موجود قدامي هم اتنين بس two، وبالتالي number two هتبقى false. number three the kite is under the tree. the kite is under the tree، يعني بيقول لي الطائرة الورقية ديت تحت الشجرة. طبعا الكلام ده مش مظبوط، وبالتالي number three هتبقى false. number four the ball is next to the tree. the ball is next to the tree، بيقول لي الكرة بجوار الشجرة. طبعا الكلام ده صحيح، وبالتالي number 4 هتبقى true. number 4 read and circle the odd one. هتعمل دايرة على الكلمة المختلفة. number 1 cheat يغش، يبقى دي فعل. cheese جبنة اسم. wash يغسل فعل. catch يعني يصطاد تبقى فعل برضو، يبقى هو مديني ثلاث افعال هنا ومعهم اسم اللي هي كلمة ايه cheese، وبالتالي هنشيلها. number two ferry معدية. taxi اللي هو التاكسي. car سيارة. bus اتوبيس. هتلاحظ هنا ان الاربعة وسائل مواصلات، امال ايه اللي هيبقى مختلف؟ هتلاحظ هنا ان في ثلاث وسائل مواصلات يا اولاد بيمشوا على الارض، اللي هي التاكسي والكار والباص، انما في وسيله مواصلات اللي هي الفيري دي بتمشي فين؟ في النهر او البحر، وبالتالي فيري هي اللي مختلفه. نمبر 3 شوب محل. سي شور شاطئ البحر. بيتش اللي هي معناها خوخه. كيتشن المطبخ، يبقى مديني ثلاث اماكن ومعهم ايه نوع من انواع الفاكهه، وبالتالي بيتش الخوخه هي الايه المختلفه. number 4 key مفتاح. pail جردل. pen قلم جاف. popcorn اللي هو فشار.
هتلاحظ هنا ان هو مديني تلات اشياء من الحاجات اللي هي يعني ما بتتاكلش، اللي هي كي مفتاح، وبيل اللي هو الجردل، وبن هنا يا اولاد برضو اللي هو القلم. يبقى كلمة بوب كورن اللي هو الطعام هي المختلفة، فبالتالي هنشيل كلمة ايه؟ بوب كورن. Number 5. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. The can swim. يعني بقول الحاجة اللي انت هتختارها ديت بيقدر او بتقدر تعوم. يا ترى ايه بقى؟ Chicken دجاج، Rabbit الارنب، Fish اللي هو السمكة، ولا Goat اللي هو المعزة. طبعا اللي بتعوم هي ايه؟ الفيش. 2. When he go to work. متى؟ وبعد كده بقول لي يذهب الى العمل. طيب بما ان هنا مستخدم مين؟ مستخدم هي، فهي بيجي معاها يبقى دو ولا داز ولا ار ولا از. طبعا يا اولاد هنا هي بتاخد ايه؟ بتاخد داز. واحد هيقول لي طب ما هي برضه يا مستر بيجي معاها از، ليه ما اخترناش از؟ اقول لك لان لو انت اخترت از لازم تضيف للفعل ايه؟ اي ان جي. انما لما بستخدم دو او داز بستخدم الفعل في المصدر، والفعل فعلا جاي في المصدر يا اولاد، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون ايه؟ does. يبقى when does he go to work يعني متى هو يذهب الى العمل. Number 3. What وبعد كده does it leave. بيسأل هنا على ميعاد مغادرة الايه؟ القطار. فقال لي 2:45 يعني الساعة 2:45 دقيقة. يبقى انت كده بتسأل عن ميعاد مغادرة القطار. طب بتسأل عن ميعاد مغادرة القطار بايه بقى؟ what time ولا what clock اللي هي معناها ساعة حائط، ولا one hour اللي هي معناها ساعة، ولا color اللي هي لون. طبعا بنسأل عن الوقت يا ولاد باستخدام حاجة اسمها ايه؟ what time اللي هي معناها ايه؟ ما الوقت. 4. About Friday. About Friday كنا بنيجي نقول لما بعمل الاقتراح الولاد او البنات اللي هم كانوا قاعدين في بيت منى، في منزل منى، وكانوا عمالين يقترحوا يا ولاد فكرة الذهاب للسينما. في المحادثة ديت كانوا قالوا حاجة كده اسمها ماذا عن يوم الجمعة. اقولها ازاي دي بقى اللي بتيجي مع كلمة about وبستخدمها ليه الاقتراح، اللي هي where ولا when ولا how ولا whose. طبعا يا ولاد كنا نقول اسمها ايه؟ how about. يبقى how about ديت how بتيجي مع about بمعنى ايه؟ ماذا عن او ما رأيك فيه. how about Friday يعني ما رأيك في يوم الايه؟ الجمعة. how about Friday. انما where دي بمعنى اين، when بمعنى متى، وهوز بمعنى ملك من. Number 6. Look and answer the questions. يعني انظر وجاوب على الأسئلة. Number 1. جايب لي صورة للويتش اللي هي الساحرة وبيقول لي What can you see? What can you see? ماذا يمكنك أن ترى؟ قلت لك دايما لما تشوف الصيغة دي من السؤال يبقى على طول وانت مغمض تقول I can see وتكتب اسم الحاجة اللي في الصورة. يبقى أنا هقول هنا الإجابة إزاي؟ هقول I can see a witch. I can see a witch. Number 2 هنا بيقول لي What is it? What is it? يعني ما هذا اللي قدامنا ده؟ طبعا ده جم لبان، وبالتالي هتقول it's gum. it's gum. طبعا هنا ما بحطش الاي يا اولاد قبل كلمة جم عشان الجم هنا اسم ما بتعدش، يبقى تقول it's gum على طول. Number 3 هنا بيسأل على الميعاد باستخدام when، وبيقول when does he have a snack يعني متى هو يتناول الوجبة الخفيفة، وقصده هنا على الجراندفاذر. طبعا لو بصيت على الشباك هتلاحظ ان هو في ليل، في الليل، وبالتالي انا هستخدم في الإجابة at night اللي هي معناه ايه؟ ليلا. طب عشان اجاوب الإجابة الكاملة بقى هتبدأ من عند مين؟ الفعل اللي هو he، وبعد كده اولاد هحول have مع he الى has، يبقى اقول he has، وبعد كده he has ايه؟ he has a snack، وبعد كده التوقيت بتاع اللي هو ايه؟ at night. يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ he has a snack at night، هو بيتناول وجبة خفيفة في الليل. Number 4. في number 4 هنا اولاد بيقول لي how does she go to school يعني كيف هي تذهب الى المدرسة. How does she go to school؟ بيسأل هنا عن وسيلة الايه؟ المواصلات. عشان اجاوب برضو الاجابة الكاملة ببدأ من عند الفاعل اللي هو she،
واضيف الى go مع he و she و it والمفرد بضيف ل go es تبقى she goes to school وبعد كده by bike او by bicycle by bike او by bicycle. Number 7. Look and write 3 sentences. يعني انظر واكتب 3 جمل. في البداية طبعا انا ممكن اوصفهم هما الاثنين ان هما بيتمرنوا. طبعا او الاول ممكن مثلا يا اولاد ان انا اقول she is a girl. هذه جملة. ممكن اقول he is a boy. يعني هو ولد. وبعد كده اقول ان هما بيتمرنوا. اوكي? طيب تعالى كده نمشيها واحدة واحدة. في البداية انا هقول مثلا she is a girl. يعني هي ايه? بنت. بعد كده هتكلم برضو على الولد واقول he is a boy. بعد كده هقول ان هما بيتمرنوا يبقى اقول they are exercising. They are exercising. واحط الاكسرسايز ing عشان اوصفهم ان هما بيتمرنوا قدامي دلوقتي. وتخلي بالك يا اولاد لما بتيجي تحط الفعل يكون الفعل ده اخره ايه وانا رايح اضيف له اي ان جي بحذف الاي الاول زي ما انا ما عملت في اكسرسايز كده شلت الاي الاول بعد كده ضفت الايه الاي ان جي. طيب الجمله اللي هي بتاعي يتمرنوا ديت ممكن اعملها بصيغه ثانيه. ممكن استخدم بدل ما استخدم المضارع المستمر واستخدم ار وفعل في اي ان جي كده ممكن استخدم البريزنت سمبل اللي هو المضارع البسيط. طب هتعملها ازاي ساعتها يا مستر؟ هتقول they exercise they exercise وليكن مثلا in the morning مثلا بيتمرنوا في الصباح they exercise in the morning او they exercise in the afternoon. اوكي طيب ممكن نقول كمان ان هم عطشانين لان طبعا واضح جدا ان اي حد بتمرن بيكون عطشان فممكن نقول they are thirsty they are thirsty. ممكن نكتب جملة تانية يا اولاد ونقول مثلا ان هم في البيت فممكن نقول they are at home they are at home هم في المنزل او في البيت. Number 8 punctuate the following. السؤال هنا طبعا اللي المفروض بنطلع او بنغير فيه ثلاث حاجات بيقول how does Maha go to Cairo. How does Maha go to Cairo هتلاحظ هنا ان هو بدأ السؤال بحرف ال H capital فخلاص اسيبها زي ما هي how does زي ما هي وبعد كده اجي على اسم Maha اللي بادئ بحرف small ده هحول ال M الى ايه الى M capital وبعد كده go to Cairo. Cairo ديت مدينة بادئة بسمول يبقى انا هحولها الى capital letter برضو يبقى انا هحول ال M وال C واحط في الاخر question mark علامة استفهام عشان ده سؤال بادئ بإيه بهاو. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو كنت بتشاهدنا لأول مرة وتدوس لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو وللقناة على الفيسبوك. ولو عندك استفسار أو طلب بخصوص أي حاجة سيبكم منت وأرد عليك على طول إن شاء الله. واستنانا في الفيديو القادم واللي هنبدأ بقى إن شاء الله في شرح الوحدة الخامسة. أشوفكم إن شاء الله وقتها على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.